كاميرا موزايك تدخل كواليس الكليب الجديد لشذا حسون في دبي. ننتقل الآن إلى جديد الفيديو كليب، حيث دخلت الزميلة ديما سامي في دبي إلى كواليس الكليب الجديد للفنانة شذا حسون التي صورت أغنية منو المعندو ماضي من ألبومها الأخير بتعاون ثان مع المخرج العراقي ياسر الياسري. أجواء الكليب وتفاصيل أكثر عن هذا العمل في التقرير التالي. شذا، اليوم عم نواكب معك تصوير فيديو كليب جديد بدبي مع المخرج ياسر الياسري اللي انت وياه تقريبا عم تنجحوا كتير مع بعض. خبريني عن اسم الأغنية وعن الكليب، شو بتقولي بأجواءه وبالتحضيرات اللي انتو حضرتوها لإله؟ أغنية اسمها منو المعندو ماضي، الحان حاتم العراقي، كلمات كاظم السعدي، الأغنية عراقية محضة يعني، ومن الأغاني اللي أخذت صدى رائع جدا بالألبوم، فعشان هيك قررنا مع روتانا أنه نصور هذه الأغنية. كنا فاكرين نصور علاء الدين قبل، بس عملنا هذه وبعد شهر إن شاء الله حيكون تصوير علاء الدين. أغنية فكرة حلوة جديدة عليا يعني، شوي فيها هيك فكرة شوي مجنونة، الناس راح تعرف تشوف يعني قريبا إن شاء الله على روتانا، بما أنه هي من إنتاج شركة روتانا. طبعا الكليب هنا مسوين شيء مختلف عن الكليب الاول اللي سويناه مع شذا اللي شعلها. انا سوري صوتي طبعا لانه من الصراخ شوي رايح. الفكره فيها غرابه من ناحيه الاحداث اللي يصير بيها، من ناحيه الصوره يعني فيها شيء، فيها تجديد. رايحين احنا على ستايل اكثر بورتريتس اكثر من دراما، وفي شيء جديد على شذا كمان. ان شاء الله نحاول، انه تدرين بعد النجاح اللي صار يعني الاغنيه الاولى، فصارت عندنا مسؤوليه يعني انا وشذا حتى نوصل بشيء احسن يعني. اللوكات عاملينه شوي جديد علي يعني، امبارح شوي اكزاكتلي كان شوي هيك غريب، اليوم هلا كلاسيك اكثر، واللوك في ثلاث لوكات، لوك الثالث حيكون فانكير يعني اكثر، فهيك يعني هو على حسب الستوري بورد تبع يعني. عم ستوري بتحكي عن شو بالضبط؟ ما في ستوري يعني يعني من الالف للياء، في بيوري شوتس، في ستوري مهضومه يعني بيني وبين حبيبي، يعني العنوان اسمه منو المعندو ماضي، فعاملين شيء كثير مهضوم. بالنسبة للفساتين لوكات، في المصممة هويدا بريدي هي اللي صممت لي الفساتين، في ميك اب بوبا، شعر جورعد اجوا على من بيروت لدبي، هم دايما الناس اللي بشتغل معهم، وفي لوكات تانية يعني من قصص انا جايباهم من باريس، هيك حيكونوا في اللوك الاخير يعني. شو مشاريعك الجديدة من بعد تصوير هالفيديو كليب؟ هلا في عندي شو حفلات يعني، نيكست ويك عندي هون دبي كمان حفل راس السنة ان شاء الله، ما حقلكم. لا هو شوفي، هو بين دبي وبيروت، عندنا اثنين كونفيرمد، بس احنا بدنا نقرر شو عنا يعني، شو ريلي هيدا حناخد، وعنا التحضير الفيديو كليب الجديد. تمني شذا بعام 2012 شو امنيتك؟ بقول الصحة، بقول النجاح دائم، الاستقرار نفسي أكثر من أي شيء تاني هيك، واحد لما بيكون مستقر نفسيا بيكون مرتاح.